السلام عليكم خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وان شاء الله تكونوا كاملين لاباس. المهم شوفوا كما راكم تشوفوا، متابع وفي لقناه نيبا صراحه، شاء من شاء وكره من كره، و دوبي لونطون نتابع نيبا وحتى انا خنوخ صراحه. قناه عائليه والله الا للعظيم، غير قناه عائليه تقدر تشوفها اون فامي، تقدر تشوفها مع دراري صغار، تقدر تشوفها مع نيمبورت كي، مع الوالد مع الوالده. وصراحه الشيء اللي خلاني ندير هذا لا فيديو يعني كرساله لوالدنا خنوخ اخ نيبا، هي عائله صراحه بكل المقاييس عائله محترمه في المغرب، وان شاء الله كاش نهار نتلاقى بهم واحد بواحد في المغرب، برغم اني ساكن انا في الجزائر، ولكن يعني هذا الحب اللي كاين والحب اللي موجود بيننا حنايا، شو مالغي كو ساكن بعيد عليهم، يعني ساكن في الجزائر وما ساكنين في المغرب، ولكن تحس بهذاك الحب وتحس باللي نحس روحي فرد من العائله تاعهم كاي واحد يتابع عائله نيبا، يعني نيبا طبيب. المهم هذه الرساله والله فيديو درتها علاش؟ باسكو شفت والدنا خنوخ مسكين اجرى عمليه جراحيه وراه في السبيطار، وانا من هذا المنصب من الجزائر ندعي لك بالشفاء، ونطلب كل المتابعين تاع قناتي يدعوا لوالدنا خنوخ بالشفاء، لانه لا شماتة في المرض، والمرض نتعلموا منه امور ونتعلموا منه رسائل. ونشكر نيبا على الرسائل القيمة اللي يعطيها في الفيديوهات تاعو. ممكن بزاف ناس يقولوا هذا نيبا قاعد غير يخور، قاعد غير يخلط، نيبا ماشي قاري، نيبا ما عندوش مستوى، نشوفه غير باش نضحكوا. انا سي فري كنشوف لي فيديو تاعو وشغل كيما يقولوا المغاربه عفوا نتسارى، شغل نضحك وننسى، وابخي اون لونغ جورني نحس روحي بيان بوزيتيف، طاقه ايجابيه، ولكن في نفس الوقت نشوف باللي عنده رسائل كبيره وكبيره بزاف. ونيبا هو الاخر عنده اطفال صغار يتابعوا في قناته، وبطبيعة الحال يتأثروا بالرسائل تاعو ويتأثروا بالكلام اللي يقولوا. ونيبا محافظ على البرانسيب تاع الأخو الأخوة الموجودة بين البلدين الشقيقين الجزائر والمغرب، وخاوة خاوة، ويعني ديما يجبد الجزائريين ويذكر الجزائريين في فيديوهاتك، لذلك حقك علينا. وتحياتي لك أخي نيبا، وتحية لكل من يحب الجزائريين، وتحياتي لكل من يحارب الفتنة ويسعى لخلق الأخوة والمحبة بين الشعبين، الشعب الجزائري والشعب المغربي. المهم الرسالة تاع نيبا في هذا الفيديو كانت قوية وواضحة جدا. الأب تاعنا خنوخ مسكين أجرى عمليتين، يعني عمليتين، وشفنا ورا لي بوسمون، ورا يعني كيفاش راهو مسكين في اوسبيتاليزي. ما أنا نقول له رسالة وإن شاء الله توصلوا، وجهك راه منور، وجهك راه منور، وراه فيه نور غير طبيعي وجهك، وراح تشفى ان شاء الله، وراح ترجع الى عائلة نيبا، وراح ترجع الى المسكن تاعك مع اولادك ومع نخنوخ ومع نيبا ومع خوتك ومع الاهل تاعك ان شاء الله، وراح ترجع لنا يعني بصحة وبافية، ونزيدو نديرو ويزيد نيبا يدير لنا حلقة جديدة. شوف تالمو راني نحس روحي من العائلة، حتى وليت نقول نزيدو نديرو فيديو معك ان شاء الله، علاش لا كاش نهار نجيو نديرو فيديو كامل كيف كيف. ولكن ان شاء الله نطلب من كاع المتابعين والمشاهدين تاع القناة تاعي يدعو معايا للاب تاعنا خنوخ، اللهم اشفيه يا رب، اللهم عافيه، اللهم طهره من الخطايا، يعني كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، حتى وان كان في الحياه. يعني راكم تشوفوا باللي هذا الدعاء يقولوا زعما تقولوا انتم الداعي له، نو، ربي سبحانه قادر ينقي العبد من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، حتى هو في الحياه باش بالابتلاءات. ربي سبحانه كي يبتليك بالمرض راه يطهرك من الذنوب. انت غدوه كي تخرج من لوبيتال وكي تخرج من المستشفى ولا تخرج من المصحه، يعني راح تخرج طاهر من الذنوب ان شاء الله باذن الله. ما ديروش على هضره الناس ويقولوا هذيك العين والحسد والبوط، نو نو نو، عرفوا بلي اي حاجه يديرها ربي سبحانه يديرها بحكمه، ولازم الانسان يكون صافي مع ربي سبحانه. كيما قال نيبا، خطيكم طريق القر والشرى باسكو ما توصلش، وسي فري الطريق هذيك دائما نقولها لكم، وروحوا شوفوا لي فيديو تاعي القدم جامي توصل. وانا كشاب لي الشرف اني نعطي نصيحه لخوتي لي الزوم وحتى الفتيات اللي تابعوا زينو ام اتش دي، رانا في سن وحده ورانا عايشين في مجتمع واحد، وكامل الابتلاءات يجونا يعني قراب، المخدرات قدامنا، يعني عايشين في احياء شعبيه، الشراب كيف كيف، الدخان كيف كيف، ولكن يعني صافي بليزير كي تصيب شباب وتصيبنا خنوخ، يعني حفيظ نيبا احنا نقولوا له الحفيظ، كيكون ابن الاخ نقولوا له الحفيد. المهم يعني يعطوا نصائح مثل هذه للشباب، صافي بليزير، والله صافي بليزير. وطريقه تاع يعني طريقه الكلام تاع نيبا ممكن تكون عفويه،
مي والله العلي العظيم سامحوني خاتي هذه الحبوبه ما يعرفوش هي. المهم طريقه الكلام تاعني بتكون عفويه ونخنخ مي فيها رسائل قيمه رسائل رائعه ورسائل يعني نتمنى انها توصل لاي شاب واي شاب راهو مبلي ما سي با لا فان دو مون ما تقلقش ما تقولش بلي انا ما نقدرش نعيش نورمال عادي كيما الناس اللي ما عندهاش نو كل حاجه تبدا يعني بخطوات صغيره وبسيطه ابدا تفكر الله عز وجل تكون قاعد معليش ابري المعصيه تاعك ابري ما دير قرو استغفر الله واندم على الفعل تاعك ابري ما تشرب شراب نوض اغتسل واستغفر الله من الصباح حتى الليل اكثر من الاستغفار واكثر من ذكر الله والله العلي العظيم سيقدركم على ترك الابتلاءات ان شاء الله ربي سبحانه يقول لك اللي خلق ما يضيع وهذه الدنيا كلها امتحان وقال امتحان هذا في امتحانات وفي فروض صغار هذه زي بخوف ما هم غير دي تست من عند الله عز وجل وربي سبحانه في هذه الامتحانات يديك الطريق يعني يرجعك يقدك يعني كيف يقولوا المغاربة يقدك يا تروح تخرج وتبعد على طريق شفنا شحال الواحد كان مصلي وراح لطريق الحرام وشفنا شحال الواحد كان في طريق الحرام وراح لطريق الجامعة وطريق الصلاة وطريق الصلاح ولكن وكلهم كلاهما عارفين باللي الطريق الحقيقية هي طريق ربي سبحانه وطريق الصلاة ولكن كان واحد الأمر آخر لابد لي نطرق له يعني من خلال نيبا كيما انسبيري باش نهضر عليه هو أنه بعض الشباب كيشوفوا أصدقائهم دخلوا إلى عالم الابتلاء وعالم الإدمان ودخلوا يعني دي ميليو صعب شوية ينفروا من حولهم يعني وما يبقاوش يعطلهم النصيحة ويتسترى شوفوا خوتي سيفريك النصيحة فيها طريقة وإن لم تقدروا على النصيحة ما تستشفوش وما تشمتوش في هذا المبتلين لأنه ربي سبحانه مغير الأحوال سبحان الله اليوم راك بصحتك غدوة راك في المستشفى اليوم ما راكش مبتلي غدوة راك سكران وراك مبتلي وتبدل حياتك دانسالكو اليوم راك حر غدوة ممكن تتبلى بالحبس وهذه الأمور كاملين نتعلموها ونقراوها من مدرسة الحياة وبالناس اللي في الحياة الحمد لله يعني ماشي كاع الشباب اللي تابعوا زينوا ماشدي دخلوا للسجن ولكن انا متاكد انه في ناس يشاهدوا هذا الفيديو ممكن يكونوا دخلوا للسجن ولو لفتره قصيره وعارفين باللي حاله السجن ما عايش نورمال وما راهيش يعني مثل الحريه لذلك يقول لك حاجه السجن كان عنده واحد المثل السجن والموت ولا المرض جامي تتمناه لعدوك خوتي خواتاتي خلاص خلونا من هذيك العقليه تاع طاقه سلبيه ونفرونو لازم علينا نكونوا كامل متحدين ونقربوا لبعضنا بعض باسكو هكا ما درنا والو مي هكا كي نتقربوا كامل بعضنا بعض نولوا قوه واحده خلونا من هذيك يعني سي بون هذاك تدخل ادمان نجبد روحي عليه نو عاود انت جبدوا طريق صلاح وبالك جبدك انت كن قوية شخصية كن واعي بلي برانسيب تاعك وكن واعي بالخير وبالشر وكن واعي بالايجابي والسلبي وكن عارف كل شيء باسكو الامور دروكا ماهيش كيما كانت بكري كل شيء باين تروح تكتب جوجل يعني تشوف لي زافونتاج ولي زانكونفينيون تاع الامور فيت في يخرجوا لك كل شيء كاع المعلومات يعني رانا عارفين كل شيء وقارين وواعيين واحد الامور حنا نعرفوهم في سن 10 سنوات ممكن أبائنا ولا أجدادنا ما عرفوهمش حتى لو وصلوا 30 سنة وهذا واقع وهذا وإن دل فإنه يدل على سرعة الزمان اللي رانا عايشين فيه فإنه يدل على هذا الزمان وعصر التكنولوجيا والإنسان عنده معرفة تاع كل شيء ولكنه يتمادى ويطغى وربي سبحانه راح يحاسبنا على هذا الأمر علاش؟ باسكو نعرفه وش هو المليح وش هو اللي ماشي مليح نعرفه بلي الصلاة فرض على عبد ونعرفه بلي الحرام حرام وممنوع على العبد ولكن نخلو الصلاة ونروحوا للحرام ونشرب بالأموال المشكلة والبروبلام الكبير كاع المهم خوتي شفنا مع نيبا عدم التقصير في العائلة تاعو تكلم على يعني تكلم على الأرباح تاعو تاع قناته وقال بلي نتقاسم مع نخنوخ وربي شاهد وحتى نخنوخ تكلم وتأكد وأكد هذا المعلومة المهم أنا نقول لكم واحد الحاجة الشيء اللي خلاني ندير الفيديو صراحة يعني مع العلم أني متابع وفي لقناة نيبا هو الوالد تاع نخنوخ اللي بقى فيا مسكين وغاضني ونيبا عطا دروس امامه قال باللي يعني الشراب والدخان ماشي حل ولكن نقول لكم هذه الحاجه الماضي يبقى ماضي ولكن المستقبل ما زالت فيه لا شانس ما دمنا في الاحياء باش نتوبوا لله عز وجل ونحبسوا كاع الابتلاءات ونحبسوا كاع الامور السلبيه اللي ولفنا نديروها من صغرنا ان شاء الله ربي سبحانه يشافيك يا اخ نيبا يا اخ عم نيبا ويا اب
عم نخنوخ عفوا ويا اب نخنوخ، ان شاء الله ربي يشافيك ويعافيك من الجزائر، تحياتي من عند زينو ام اتش دي، ان شاء الله ربي يشافيك ورزقك الشفاء العاجل، وجهك راه منور وطهور ان شاء الله، طهور طهور ان شاء الله. ودعوا معايا خوتي خواتاتي، عفوا عفوا اعتذر. يعني راكم تشوفوا برغم انه في الجزائر فيها احداث كبيره سياسيه، وفاه الوزير الدفاع القايد صالح، ويعني تغيير الرئيس، حراك شعبي، امور سياسيه، ولكن برغم ذلك وبرغم كل هذه الضغوطات ما خلاتنيش نفسي اني ما نشاهدش قناه نيبه وما نتابعش نيبه. لذلك رسالتي كانت من الجزائر، شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. بيس، كان معكم زينو ماشدي من الجزائر، سلام.